اهلا ازيك يا رحمه؟ اهلا بيك. اتفضل. اولا يا مدام تانية الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يا ترى على ايه؟ الحمد لله على السلامه، على رجوعك للسينما والفن والجمهورك اللي غبتي عنه مده طويله دي. ميرسي قوي قوي قوي. مدام تانية، نعم. مده غيابك كان ليها اسباب طبعا. الحقيقه لا، يعني جت طبيعي وما كانش في افلام استعراضيه، فبتهيألي ده السبب يعني. طب الفتره اللي غبتيها كانت قد ايه؟ كتير قوي. قد ايه يعني؟ 10 سنين الا 3 اشهر. يا خبر، وقدرتي تبعدي المده دي كلها عن السينما؟ الحقيقه لان كان في حاجه بتواسيني، ان جوزي طبعا بيشتغل في السينما، فكنت بوضب له هدومه وبشوفه جايب المكياج ونازل ففاتت يعني. كان في مشاركه كانك برضه لسه اكني موجوده طبعا. طب اخر فيلم صورتيه قبل الفتره دي، قبل العشر سنين، كان فيلم ايه؟ كان زقاق المدق. والفيلم اللي رجعتي بيه؟ الشيطان والخريف. ده بطوله مين؟ الاستاذ رشدي اباظه. اخراج الاستاذ انور الشناوي، وفي مدام سناء جميل، وهو من انتاج مدام اسيا، وفي ابطال كتير قوي طبعا. انا عارفه ان الوقت مش هيساعد ان انا اقولهم، انما كلهم ممتازين، واتمنى ان الفيلم يعني يعجب الناس ان شاء الله. ان شاء الله. احساسك اول يوم رجعتي فيه تاني البلاتو عشان تصوري؟ فكرتيني دلوقتي. لا، احساسي الحقيقه ما كانش اول يوم، هو كان اول يوم المخرج الاستاذ انور الشناوي كلمني وقال لي هعوزك بعد 4 ايام. جالي مغص ال4 ايام. يا خبر. وطبعا اول يوم كنت بقى منشيه وحالي حالي، حاجه وحشه قوي. دي طبعا رقصات اتعملت في الفيلم. طبعا. كام رقصه؟ رقصتين. اخر رقصه صورتيها كانت ايه؟ كانت رقصة في الأوبرج يعني، أصل يعني هي ماشية مع الفيلم. طب مدام سامية، رأيك إيه في الموضة دلوقتي؟ الماكسي والميني والمايكرو وال... هي حلوة الحقيقة، لكن مش لكل الناس يعني. أتمنى إن كل واحدة تشوف إيه اللي بيليق لها تلبسه. يا متهيألي مدام سامية كل حاجة بتليق عليكي. لا طبعا، مش معقول يعني. طب مدام سامية، إزاي قدرتي تحافظي على جسمك بالنسب دي طول الفترة دي؟ يعني الحقيقة عشان أنا بحب شغلي، وبالذات الشغل الأساسي بتاعي هو الرأس، والرأس طبعا بيحتاج جسم كويس أو معتدل يعني شوية. فأول ما بتخن ما بسيبش نفسي كتير يعني، أدخل نص كيلو ربع كيلو على طول بلحق نفسي. يعني مش ماشية على رجيم ثابت؟ لا لا لا، باكل كل حاجة. طب مدام ثانية، كان المفروض الأستاذ رشدي معانا في المقابلة دي. طبعا. يا ترى موجود ولا مواعيده زي مواعيد السينما مش مظبوطة؟ جوزي مواعيده مش مظبوطة، ده مواعيده بالدقيقة، لكن في الشغل بس، في البيت لا، مش بالدقيقة أبدا. طب هو فين؟ تعالى أفرجك هو فين بقى. طب يلا بينا. تعالي اتفاجئوا كده أهو. اصلي دي هوايتي المفضله الصراحه الصيد. ده مش للتصوير يعني؟ لا مش للتصوير، بس احيانا بيني وبينك لو المنتج ما دفعش القسط اهو هو حر بقى. ما تصدقيهوش، دي هوايته المفضله. وكل اسبوع لازم يقعد يعمل الشغلانه دي. كل اسبوع؟ بس انا دلوقتي خلصت. ايه رايكم نقعد في الفرندا؟ الدنيا حر قوي. يا ريت. اتفضل. كتر الف خيرك. مرة سأل هيتشكوك عن رأيه في زواج الفنانين، فقال إن زواج الفنانين ما بيدومش، أنت إيه رأيك؟ مع احترامي للأستاذ هيتشكوك كأستاذ كبير وفنان كبير ومخرج كبير، السؤال ده المفروض إنه بينحصر في الإنسان عامة. والفنان هو ايه؟ او الفنانه هي ايه؟ غير بني ادمين عاديين.
زي اي بني ادم في الشارع. هيبة التمثيل دي مش هي اللي بتطغى على البني ادم. التمثيل حاجة والحياة العادية حاجة تانية. من الروايات اللي شفتها لهيشكوك روايات بوليسية من خلالها ما اعتقدش ان الاستاذ هيشكوك هو الانسان او البني ادم اللي يقدر يتكلم عن الزواج او عن فشل الزواج بين الفنانين. استاذ رشدي في رايك ايه الاسباب اللي بتساهم في استمرار الحياه الزوجيه بين الفنانين؟ اعتقد انه في اسباب كتير جدا. الجواز في نظري عباره عن ورقه نصيب. بيقولوا في الامثال القديمه البلدي بتاعتنا انه ربنا خلق لكل واحد واحده. فين هي؟ مين هي؟ ما نعرفش. الفنان والفنانه لما بيكونوا متجوزين مع بعض لازم نعتبرهم راجل وست. الراجل والست او الفنان والفنانه اي دوافع تخلي يبقى في فشل في الزواج ممكن يحصل سواء كانوا ممثلين او سواء كانوا بني ادمين عاديين. طب رأي مدام تانية؟ رأيي انا يعني هو بسيط جدا. بالنسبة للفنان والفنانة يعني التفاهم اهم حاجة. طبعا الحب ده مهم في الاول ولازم يكون في تفاهم وفي ثقة، ولما بيكون في كل الحاجات دي بيبقى الزواج دايما يعني عيش سعيد وبيبقوا مبسوطين وسعداء جدا. استاذ رشدي مدام تانية كلمتنا عن فيلمها الجديد، ايه رايك فيها بعد غياب 10 سنين عن السينما؟ ساميه كان في استاذ كبير جدا كان استاذنا كلنا وانا اعتبره استاذي انا شخصيا هو المرحوم الاستاذ عز الدين ذوالفقار. كان قال لي في يوم من الايام من حوالي 11 سنه كنت عملت فيلم اسمه الرجل الثاني، وكان قارس قوي على ساميه في التمثيل اكتر من الرقص. فسالته قلت له دي فنانه المفروض انها معروف عنها انها رقاصه كبيره، ليه انت بتقرص على التمثيل؟ فالاستاذ عز اياميها قال لي انه الست دي فيها طاقه كبيره جدا من ناحيه التمثيل. طبعا انا لسه يعني كنت في اول السلم، كنت باخد ربع الكلام او نص الكلام والتاني كان بيطير في الهواء. اثبت لي كلام الاستاذ عز الدين ذوالفقار الفيلم الاخير اللي عملته مع ساميه اللي هو الشيطان والخريف. الاستاذ انور الشناوي المخرج اثبت لي انه المرحوم عز الدين ذوالفقار كان عنده عقل، وفعلا انا انحاني قدام فن ساميه كممثله دراما عظيم. ميرسي يا رشدي. دي كانت اخر حاجه في جوله النهارده مع سينما القاهره. ان شاء الله نتقابل في الاسبوع الجاي زي النهارده مع جوله تانيه مع سينما القاهره.